مرحبا بكم في حلقة اليوم. موضوعات متنوعة كل من شغلت به الصحف. في مشهد متعقد ملتبس ممتلئ بالتفاصيل تكتسب العناوين أهمية خاصة، دلالة تكمن بين تفاصيل الخبر. هذه قراءة للصحف العربية والعالمية، يرافقني فيها الكاتب والصحفي والخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد عباس ناجي. دكتور محمد، أهلا بك على شاشة الغد العربي وأهلا بك إلى استوديو الصفحة الأولى. دعني أبدأ معك بمجموعة من الأخبار تناولت آخر لقاء أو اللقاء الذي يفترض أن يجمع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والزعيم الكوبي السابق كاسترو. شهدت قمة الأمريكيتين في بنما مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والزعيم الكوبي راؤول كاسترو في خطوة وصفتها صحيفة USA Today الأمريكية بإذابة جليد دام 5 عقود بين البلدين. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات اليوم بغرض تطبيع العلاقات. ليس هذا فحسب، إنما كان لأوباما كلمة مهمة قبل ساعات من القمة قال فيها بحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال إن أيام التدخل الأمريكي في المنطقة قد ولت، وإن الفترة التي كانت واشنطن تفترض أنها تتمتع بحصانة كاملة قد ذهبت أيضا إلى غير رجعة. بالتزامن مع هذه القمة تستعد واشنطن لشطب اسم الجزيرة الشيوعية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، رغم التحفظات بشأن ملف حقوق الإنسان وطبيعة النظام السياسي فيها. وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن شطب كوبا من هذه اللائحة شرط أساسي في مفاوضات هافانا واشنطن. دكتور محمد، أرحب بك مرة أخرى. يعني القمة يفترض أن تشهد لقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو. هذا اللقاء هو الأول من نوعه، بعض الصحف وصفته بأنه لقاء تاريخي. ما السبب وراء اهتمام الصحف بهذه المسألة، ولماذا يعد هذا اللقاء تاريخي؟ لأنه ينشئ مرحلة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا، علاقات بعد مرحلة من التوتر استمرت ربما حوالي 5 عقود، وبالتالي هي مرحلة جديدة ربما تحاول فيها واشنطن في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما أنها تطبق أو تتبنى سياسة جديدة هي خروج من الأزمات أو تحقيق نوع من إنجازات جديدة قبل أن تخرج الإدارة من البيت الأبيض في عام 2017. هناك واضح جدا حرص من أوباما على تحقيق إنجاز جديد، إلى جانب محاولته الوصول إلى اتفاق لوزان مع إيران قبل ذلك بأسبوع واحد. هذا معناه أن الإدارة الأمريكية تحاول توجيه رسالة للعالم بأنها تخرج من الأزمات، وأن التدخل الأمريكي في كثير من المناطق لم يعد مبدأ له أولوية في واشنطن. طيب، يعني كان لأوباما أيضا تصريحات مهمة جاءت بالتزامن مع هذه القمة. هو قال أن واشنطن لن تتدخل في القارة اللاتينية فيما بعد أو في الفترة المقبلة، وأن هذه الأيام قد ولت إلى غير رجعة. هذه تصريحات مهمة ولها دلالة قوية. يبدو أن أوباما يحاول أن يضع قدمه في القارة اللاتينية، لكن بأي مقاربة؟ مقاربة دبلوماسية جديدة، نوع من ربما تبني سياسة ما يسمى بالعصا والجزرة، يعني محاولة مد اليد إلى كوبا بعد مرحلة التوتر الكبيرة بين الطرفين، ربما نوع من الضغوط على دولة أخرى مثل فنزويلا، لكن هناك مع الاحتفاظ بنفس الوقت بخيارات أخرى في التعامل مع هذه الدول. وبالتالي واضح جدا هناك تطلع أمريكي تحسين العلاقات، ربما لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، إنهاء مسألة القطيعة، تحقيق إنجاز جديد للإدارة الأمريكية قبل خطوة. طيب، يعني طالما ذكرت مسألة فنزويلا هي مسألة مهمة، لأنه يبدو أنه ما قد يعترض هذه المساعي الأمريكية لإيجاد موطئ قدم في القارة الإفريقية هو العلاقة المتوترة أصلا مع فنزويلا. طبعا تعلم حضرتك أن فنزويلا هي أقوى وأهم شريك اقتصادي بالنسبة لكوبا. كيف يمكن أن تؤثر هذه العلاقة المتوترة مع فنزويلا على المصالحة التي يعني يبدو أنها كانت تجد طريقها إلى الوجود مع كوبا أصلا؟ لا أعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير. ربما تكون فنزويلا في طريقها أيضا أو تتطلع إلى ربما تحسين علاقتها مع إدارة أوباما. يعني وجود أوباما الآن في البيت الأبيض ربما يكون فرصة لتطوير علاقات مع دول أمريكا اللاتينية في الفترة القادمة، ربما قبل انتهاء فترة رئاسته. طبعا، لأن ربما تكون هناك سياسة جديدة في البيت الأبيض فيما في مرحلة ما بعد عام
2017، ربما يكون الحزب الجمهوري له رأي آخر في مسألة تطوير العلاقات مع هذه الدول لا سيما كيف كوبا. ترى رد فعل الحزب الجمهوري أو المعسكر الجمهوري إزاء هذه السياسة الآن تحديدا؟ أعتقد أن المسألة ليس بها ترحيب كبير. واضح جدا المسألة مش فقط ترحيب كبير، هو نوع من الدخول في مواجهات مع الإدارة الأمريكية، ليس فقط حول العلاقة مع كوبا أو فنزويلا، أيضا مع إيران. وهذا ربما أولا يشير إلى هناك اختلاف في السياسة في التعامل مع هذه القضايا، وأيضا ربما تكون محاولة من الجمهوريين لربما الحصول على أوراق ضغط على إدارة أوباما لتسوية خلافات أخرى في ملفات تانية ربما تكون داخلية أكثر، مسألة تأمين الصحة وغيرها اللي هي مسألة الهجرة أيضا طبعا محل تشابه وخلاف بين الإدارة والحكومة. طيب يعني أيام قليلة تفصل السودان عن انتخابات مصيرية يختار فيها الرئيس وأيضا أعضاء البرلمان، اهتمت الصحف في مجملها بهذا الأمر، دعنا نرى ما كتب في هذا الشأن. نشرت صحيفة الوسط خبرا عن استدعاء وزارة الخارجية السودانية ممثلة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم. تأتي هذه الخطوة احتجاجا على تصريحات للمسؤولة بالاتحاد فيدريكا موغريني شككت فيها في مصداقية العملية الانتخابية نظرا لمقاطعة المعارضة لها. تأكيدا لهذا الكلام أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية أنه لا يجوز للاتحاد الأوروبي أو أي كان إصدار حكم مسبق على عملية انتخابية لم تبدأ بعد. وفقا لصحيفة النهار اللبنانية يجرى الاقتراع على مدار 3 أيام لاختيار رئيس يتمتع بولاية 5 سنوات بالإضافة إلى انتخاب أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس الولايات. صحيفة راكوبا السودانية نشرت تحليلا اعتبرت فيه أن الرئيس البشير قرر أن يخوض تجربة الديمقراطية لكن في ساحة خالية من المنافسين. وتوقعت الصحيفة أن يكون تمديد فترة حكم الرئيس مهمة سهلة في ظل غياب المنافسين ومقاطعة المعارضة. عناوين الصحف جاءت تقول أن البشير ينافس نفسه، حتى أن صحيفة العرب عنونت البشير يلعب لعبة الديمقراطية وحيدا في ساحة خالية من المنافسين. هذا طبعا في إشارة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات. ماذا تعكس هذه العناوين؟ تعكس أن هناك مشكلة فيما يحدث في السودان. يعني ربما تكون الانتخابات هي مرحلة جديدة من التوتر والاحتقان وربما عدم الاستقرار على المدى المتوسط. واضح جدا أن البشير فعلا يحاول الاستمرار في السلطة، الاستمرار في فترة أو ولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. هناك إجراءات دفعت المعارضة أو قوى المعارضة الرئيسية إلى الخروج أو مقاطعة الانتخابات، لا سيما متعلق بعدم تفعيل عملية الحوار الوطني، عدم جدية النظام أو الحكومة في المشاركة في هذه الحوارات لا سيما في أديس أبابا أو غيرها. وبالتالي هناك مشكلة ستحدث لأن بالطبع حظوظ البشير هي الأكبر أو الأكثر، وهذا معناه أن المعارضة ربما تفعل احتجاجاتها ودورها في المرحلة القادمة، وإن كنت أعتقد أن هناك مشاكل يستثمرها النظام فيما يتعلق بالتنسيق بين الكون. ما سبب مقاطعة المعارضة للانتخابات إن استثنينا الجزء المتعلق بعدم نجاح مفاوضات أو جلسات الحوار الوطني حتى الآن؟ السبب هو أنها لا تجد ما يؤكد نية حسنة من جانب النظام، سواء فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحوار، ما يتعلق بالتعاطي بفعالية مع الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمة في السودان، ما يتعلق بقمع أو التقييد على الحريات العامة. الأجهزة الأمنية صادرت 14 صحيفة في فبراير الماضي، أيضا مسألة الاعتقالات المتكررة. طبعا رغم أن النظام أفرج عن بعض قادة ما يسمى بنداء السودان، لكن المعارضة اعتبرت هذه الخطوة غير مهمة لأنها هي حرص أو خطوة من جانب النظام لتنفيس الأجواء. يعني طالما تحدثنا عن هذه النقطة، بعض الصحف ربطت بين هذا الإفراج وبين التصريحات الأخيرة لفيدريكا موغريني والتي انتقدت فيها العملية الانتخابية برمتها، هل هذا الربط في محله؟ أعتقد ذلك. يعني واضح جدا أن هناك تشكيك دولي في مدى نزاهة هذه العملية وأنها ربما تكون يعني مقدمة أو خطوة لارتكاب عمليات تزوير أو غيرها، وكان هناك اتهامات بهذا السياق. خطوة الحكومة دي نوع من توجيه رسالة بأنها جادة في توسيع هامش الحريات على سبيل المثال، وهي رسالة مقصودة قبل الانتخابات، لكن ما أعتقدش أنها تأثر بشكل كبير، والمعارضة لم تتقبلها بشكل كبير. طيب ماذا يمكن أن يعد البشير شعبه حال فوزه في هذه الانتخابات؟ لأنه طوال فترة حكمه البالغة ربع قرن تقريبا وقعت مشكلات أمنية وسياسية واقتصادية، ما الذي يمكن أن يتغير حال فاز في هذه الانتخابات؟
من الصعب القول ان السودان مجبل على تغيير الكابينة. البشير فعلا وعد، يعني قدم وعود بانه بتحقيق الاستقرار يلعب على مسألة الاستقرار في السودان، ويقول انه اي مرشح اخر سيؤدي الى تأجيج عملية حالة عدم الاستقرار، وانه ينظر الى الدول العربية التي شهدت التغييرات وما قالت اليه الاحوال في هذه الدول، وبالتالي يحاول اللعب على وتر الخوف من تكرار بعض الأزمات في الدول العربية، النموذج الليبي على سبيل المثال. لكن أنا أتصور أنه ليس لديه قدرة كبيرة على التعامل مع الأزمات في المرحلة القادمة، ودي هتسبب مشكلة كبيرة. طيب أنتقل معك الآن إلى فاصل، نعود من بعده لاستكمال الحوار في موضوعات مختلفة أيضا اهتمت بها الصحف. مشاهدينا الكرام، أين وصلت عملية استعادة الأراضي العراقية؟ ما الإشكالات المرتبطة بهذه العملية؟ إذا تركنا العراق وذهبنا إلى اليمن، الأوضاع لا تقل تعقيدا. مع تأجيل التصويت على مشروع القرار الخليجي، لا تبقى خيارات سياسية كثيرة، ويظل الحسم على الأرض هو سيد الموقف. ابقوا معي خلال هذا الفصل لتعرفوا المزيد.